نتحدث بداية في حديثنا اليوم عن ملتقى مسقط للشباب لعام 2014 عن مكان وتوقيت هذا الملتقى لهذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكرا على إتاحة الفرصة لاستعراض بشكل مختصر ملتقى مسقط النسخة السادسة. 2014 إن شاء الله راح نتوجه إلى مدينة صلالة، وهو جزء من التزام القائمين على تنظيم الملتقى في تنويع مكان استضافة الملتقى قدر الإمكان من محافظة إلى محافظة، من مدينة إلى مدينة، طبعا على حسب الإمكانات اللي موجودة اللي متوفرة والتسهيلات. فراح نكون إن شاء الله في صلالة بإذن الله من تاريخ 13 إلى 18 ديسمبر من هذا السنة. ممتاز. طيب لو تعطينا كذا أيضا نبذة عن هذا الحدث، الوجهة وأيضا ماذا يناقش هذا العام والمشاركين فيه أيضا. نحن طبعا بعد تجربتنا العام في ولاية الدقم لاحظنا ان حاولنا طبعا ننوع في تركيزنا على البرنامج، راح يكون التوجه تقريبا نفسه من ناحيه المضمون والاخراج. استضافه الملتقى في مدينه صلاله راح كذلك يلعب دور في تركيزنا على الجوانب اللي متعلقه بمدينه صلاله وبالمحافظه بشكل عام. تركيزنا هذه السنه راح يكون على الاستثمار في قطاع السياحه والجوانب اللي تتعلق بالامكانات اللي موجوده لدى سلطنه عمان في مجال السياحه، سواء نتكلم عن السياحه البيئيه، سياحه المغامرات، او السياحه في عمان بشكل عام. كيف ممكن نشرك مجموعه 100 طالب من الشباب في كل ما يتعلق بثمان مشاريع اساسيه، بعضها يتناول الصناعات الحرفيه، بعضها يتناول اقامه مثلا مهرجان شبابي في صلاله، نتكلم عن الفولكلور والمأكولات الشعبيه. فكل هذه الافكار هي تقريبا الانشطه السياحيه وسياحه المغامرات، وكل هذه راح تكون مقسمه الى ثمان مشاريع، ثمان مجموعات راح تشتغل على الافكار اربعه ايام، ثم تقدم هذه الافكار للجنه تحكيم على اساس نشوف افكار افضل عفوا فكره لافضل مشروع ممكن تطبيقه وتبنيه. ممتاز. طيب يعني لو نتكلم ايضا عن هذه المشاريع اذا ممكن نسلط عليها الضوء ايضا. هي المشاريع مش انها محدده دينا. يعني مثلا لو نتكلم على مثلا مهرجان شباب صلاله، هذا هو عنوان المشروع كفكره. فالشباب اللي راح يشتغلوا على اربعه ايام، اولا هم مطالبين انهم يتكلموا على اذا نحن بنقيم فكره او الجهه المعنيه تتبنى فكره مهرجان شبابي في صلاله مثلا سنوي، كيف ممكن الشباب يحطوا افكارهم اللي ممكن من خلالها يكون في اطار عام لفكره هذا المهرجان، على اساس انه بعدين نحن نوجه للجهات المعنيه ونحاول ان نقنعهم ليش ما يتم تبني هذه الفكره. فعلى مدى اربع ايام كل الجوانب اللي تتعلق، طيب هل يكفي نحن نتكلم عن مهرجان شبابي؟ ايش هي مقومات هذا البرنامج او المهرجان؟ ايش هي العناصر الموجوده وغيرها؟ فنحن نحاول ننوع بحيث ان كل ما يتعلق بالسياحه بشكل مباشر او غير مباشر وفيها بعد استثماري او تجاري، هذا اللي راح يشتغل عليه الشباب يحطوا افكارهم ويحاولوا يطوروا منها وتقدم لجنه التحكيم. ممتاز. طيب سيد فيصل، ما هي الرسائل المراد ايصالها من خلال هذا الملتقى؟ هي دائما يعني لما نسال من قبل الاعلامات بعد الملتقى، انا دائما اتكلم باسم اللجنه المنظمه، هي فكره يعني اشراك الشباب في طريقه تفكير ابداعي غير نمطي من خلال فعاليات ملتقى متنوعه، من اول ما نلتقي طبعا اختيار المكان يلعب دور كبير. نحن لاحظنا مثلا لما اخترنا ولايه الدقم اكثر من 90% من المشاركين اول مره يعرفوا عن ايش اللي موجود في ولايه الدقم ومنطقه الدقم الاقتصاديه الخاصه وغيرها، فاثراء معلوماتهم اشراكهم في هذه القضايا يلعب دور. طبعا كثير منهم نحن لاحظنا، طبعا جدير بالذكر من اول ما بدينا في 2009 الى الان العدد الاشخاص او الطالب اللي مروا بتجربه ملتقى مسقط تجاوز 900 طالب وطالبه. بعض هؤلاء تاثروا بانهم راحوا بدوا مشاريع تجاريه مستقله، بعضهم توجهاتهم تغيرت في مجال اللي هو العمل وغيرها. هذه فكره الملتقى بشكل عام. ومن سنتين طبعا نحن دخلنا مشروع رياده اللي هو شركاء اللي موجودين من القطاع الخاص يفتحوا ابوابهم سنويا لمده شهر، على اساس ان اي من الطلبه الراغبين في الالتحاق بتجربه سوق العمل واقعيه لهم الفرصه. والحمد لله اكثر من 60 طالب على مدى سنتين وطالبه التحقوا بهذا البرنامج واستفادوا، والسنه القادمه راح يكون ان شاء الله في كذلك ابتعاث طلبه الى
الشركات اللي نحن نشتغل معها خارج السلطنة في عدد من الدول بإذن الله. جميل. إذا في رسالة كذا أخيرة سيد فيصل حاب تقولها؟ أنا أعتقد أن كل ما يتعلق بتنمية وتطوير الكوادر الوطنية والشابة في سلطنة عمان يحتاج وقت. هذه مبادرة من بين مبادرات كثيرة يجب أن يتم تبنيها. ملتقى مسقط محكور في المكان والوقت وظروف عدد الطلب المشاركين، بس ما في أي شيء من أي جهة تأخذ إيجابيات هذا الملتقى وتطور منه على أكثر من صعيد، التربوي، السياحي وغيره. فهذه رسالة مفتوحة، أي جهة حابة تستفيد من تجربتنا ونستفيد من تجربتهم، المجال مفتوح وتعمم الفائدة، وفي النهاية الشباب يستفيدوا ويكون لهم كذلك مثل ما يقولوا شراكة حقيقية في مثل هذه الملتقيات. جميل جدا. صاحب سمو سيد فيصل بن تركي آل سعيد، مدير عام التسويق والإعلام في الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات إثراء، شاكرة لك تواصلك معنا. يعطيك العافية، شكرا جزيلا. الله يسلمك.